طيب الدعاء بقى، احنا دايما بنحب الدعاء جدا وبنقول ان هو السحر الحلال، وكل واحد عايز حاجة يدعي وربنا بيتقبل من الجميع. طيب الدعاء بقى على الولاد قد ايه خطورته؟ طيب هو خلينا بس بداية، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا اللهم ما أعطيتنا، اللهم أمين. أنا محتاج أحكي قصة. إني بنت يا أستاذة دعاء دايما كانت زي ما بنقول كده شقية، وكانت أمها دايما تقول لها الله يغضب عليكي، الله لا يوفقك يا شيخة، الله مش عارف كذا، وتقعد تدعي عليها لغاية لما بدأت تدعي عليها وبتقول لها روحك النار تمسكك وتولعي وهكذا، وبدأت بالدعاء ده. وبدأ بكتير من الناس بلاش الكلام ده، بلاش تدعي عليها بالطريقة دي بلاش. وبالفعل في وقت من الأوقات ماتت بنفس يعني الدعاء ده. هنا الأم بدأت تندم. هو تندم على إيه؟ بس هنا مش هينفع الندم. زي القصة اللي حضرتك حكيتيها بالضبط دي، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن ده، وقال يا جماعة ما ينفعش بأي حال من الأحوال. يعني أحيانا بعض الآباء والأمهات يقولوا إيه، أصل ده معصبني، أصل ده منرفزني. بص اعمل أي حاجة، لكن إياك أن تدعو على إيه، أن تدعو على ابنك. أنا بقى بشوف مثلا الناس مش بس على ولادهم، يعني على أي حد يضايقهم أو يجي جنبهم أو يخبطهم أو حد من الولاد، يدعوا ربنا يهديك، ربنا يهديكي، ربنا يرزقك الجنة، ربنا يريح بالك، ربنا يديك صحبة كده. الدعاء دعاء حلو، مع ان حد يعني عمل ضايقك رد فعلهم يبقى دعاء حلو. يعني سبحان ده الله، دي حاجة جميلة. ده بيجي من البيئة، لان الانسان دايما هو ابن بيئته. هو سمع ابوه بيعمل كده وسمع امه بتقول الكلام ده، اول ما حد يقول الله يهديهم، الله يصلح حالنا وحالهم، وهكذا. لكن في حد تاني بيقول لا ربنا ينتقم منه، روح ربنا ياخده، روح ربنا مش عارف كذا. فبدأ الابن أو الابنة تسمع الكلام ده، فده الإنسان دايما ابن بيئته. لكن خلينا هنا، أنا لو أنا متنرفز، أنا لو أنا غضبان، هل ينفع أن أنا أدعو على ابني؟ حتى المثل يقول إيه، أدعى على ابني وأكره اللي يقول أمين. هو ما ينفعش لا تدع على ابنك ولا حد يقول أمين أصلا. أيوة طب. لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم، بيقول لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. شوفي بقى النبي عليه الصلاة والسلام ليه يا رسول الله؟ عشان النبي خشيت أن تأتي ساعة توافق الدعاء ده، يوافق ساعة يسأل فيها عطاء، الله عز وجل يسأل فيها عطاء، واحد يقول يا رب افعل كذا، أو واحد يقول يا رب لا تفعل كذا، فيستجيب الله رب العالمين لكم. يبقى تيجي في لحظة من اللحظات كده الله عز وجل إيه يستجيب. الحاجة التانية، يبقى هنا النهي هنا بأي حال من الأحوال، بدل ما تدعي حول الدعاء عليه إلى الدعاء له. يعني روح ربنا يهديك، روح ربنا يصلح حالك. وإحنا هنتكلم إن شاء الله في حلقة كده عن الدعاء للأولاد. الحاجة التانية، إن الدعاء يا أستاذة دعاء قد يكون سببا في عقوق الأبناء، قد يكون سببا في عقوق الإيه، سببا في عقوق الأبناء. زي ايه؟ واحد رايح يشكي لعبد الله بن المبارك رضي الله عنه. وهنا كل الناس تنتبه المسألة دي، لما تدع على ابنك خلي بالك انت بتكون سبب من الاسباب، اسباب عقوق الولد ده. ان هو تيجي في الاخر تشتكي تقول ابني ما فيش بر منه ناحيتي، ده دايما بيعقني في عقوق. فواحد راح يشتكي لعبد الله بن المبارك يقول له ابني عنده عقوق وزيادة في العقوق، يعني ولد مش بار كده. فقال عبد الله بن المبارك لعلك دعوت عليه. فقال له أيوة أنا بالفعل دعوت عليه. قال اذهب فقد أفسدته. يبقى مين العقوق جاي من الأصل، من مين بقى؟ من الأب. جاي من الأب على الإيه؟ على ابن. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثلاث دعوات لا شك فيهن أنهن يستجب. ثلاث دعوات يا أستاذة دعاء. أول حاجة اللي هو دعوة الوالد على ولده، ومن ضمنها دعوة المظلوم، والرابعة اللي هو دعوة الإيه؟ دعوة المسافر. فهي ده إنذار لكل إنسان، لكل ولي أمر، خلي بالك ما ينفعش اللي أنت تدعو على ابنك لا في حالة غضب ولا في حالة رضا، لكن الأصل أن تدعو الله عز وجل له بالإيه؟ له بالهداية. ودايما كده ادع ربك سبحانه وتعالى بالصلاح، بصلاح الإيه؟ بصلاح أولادك.